بورصة الكفاح تغلق على أقل سعر للدولار منذ شهر. أغلقت بورصة الكفاح مساء اليوم الأحد على أقل سعر للدولار منذ شهر، وبلغ سعر الصرف 148,350 دينار مقابل كل 100 دولار. هذا وشهدت أسعار صرف الدولار اليوم الأحد انخفاضا في محافظات إقليم كردستان العراق، وإن أسعار صرف الدولار في محافظات كردستان شهدت اليوم الأحد انخفاضا طفيفا في البيع والشراء. وأضاف مراسلون أن سعر بيع الدولار فئة 100 دولار بلغ اليوم 148,750 دينارا عراقيا، فيما بلغ سعر الشراء 148,250 دينارا.